يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الحقوا يا جماعه في خناقه تحت في الشارع للركب. طب وانت مالك مبسوطه قوي كده ليه سناء؟ يا انت ما انتش عارفاها يا رانيا، دي بنت دي اصلها ست شريره وبتحب الشر، ولو ما شافتش خناقه في اليوم مليون الف مره يجي لها حاله كومبلونشيه في دماغتها. معلش صباعك ده انا هقطعهولك. ماما في واحد نازلين في ضرب 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 وقطعوا له كل هدومه تحت في الشارع. فين ده؟ فين ده؟ قول لنا بسرعه بسرعه، هاتي الكاميرا بتاعت الفيديو يا نجله. بس ايه سجلي على الفيلم بتاع حفله طلاقك يا مجيده. شهد يا ستوبد. انا عربيه يا شخبط شخبيط لخبط لخبيط الالوان وشخبط وجابوا النقاش وصنفره ومعجون وفي حاجه تاكل. هو انت كنت تحت يا جدو؟ اه كنت تحت وكان قاعد على الناصيه وكان في عيال شباب صحابي وكنت انا واقف معاهم يعني. طب يعني هو انت شفت الخناقه اللي تحت؟ اه كان في خناقه وشويه عيال كرديات وكانوا بيضربوا بعض. ايوه ليه يعني ايه اللي حصل؟ واحده ما لهاش لازمه وشافوها وعكس وقالت يلا. بقولك ايه؟ يا جدو. مين فردي دي؟ رانيا يا جدو. رانيا. رانيا مين؟ رانيا؟ يا رانيا. ايه يا جدو؟ تعالى اقول لك على حاجه يا جدو، هقول لك على سر مهم جدا. انا رانيا مرات عادل. عادل الهفا، الواد عادل الهفا. ايوه. طب في حاجه تتاكل؟ لا. طب هدخل الحمام بقى عشان يلا. وامبارح كان عمري 20، كان عمري 20 20. امبارح امبارح كان عمري 20. افتي افتي، يعني مفيش لا خناقه ولا اي حاجه خالص. الظاهر ان هما فضوها. سلامتك يا دوله. ابني كويس كويس. ايدي 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 كويس كويس كويس. ايه عادل مالك يا حبيبي مالك؟ يا مرات عمي، هو بس كان في ناس بيتخانقوا معاه وانا قلت له اجري يا دوله انفد بجلدك. يا سلام، انت قلت لي انفد بجلدك ولا قلت لي الحق جدك؟ وبعدين انا كنت اعمل ايه؟ انا كنت اعمل ايه وانت سبتني وجريت؟ دوله، ما انا مش انت قلت له اقف في ظهرك يا دوله؟ وانا جيت اقف في ظهرك يا عم، لقيت واحد راكب على ظهرك. طب انا اعمل ايه؟ نزله من على ظهري واركب. مش انت اللي ما قاعد، انت اللي حاجز يا ياض. وبعدين انت جريت يا ياض يا رمزي، جريت وسبتني. ماشي يا رمزي ماشي. يا جماعه يا جماعه، انا مش حاسس بصدري خالص، وانا بتنفس وانا مش بتنفس. عادل، هو انت كنت بتعاكس واحده تحت في الشارع؟ معقوله يعني اعاكس واحده في الشارع؟ ما انت هتشوفيني يا رانيا. يعني المبدأ موجود يا عادل، يعني انت ممكن تعاكس. انا بنزف يا جدعان، داخليا بنزف. حد يجيب له كيس دم من الثلاجه بسرعه. يا ابني ايه اللي حصل لك؟ حد يبلغ البوليس يا جماعه. لا ما حدش يبلغ البوليس، لان انتوا لو بلغتوا البوليس احنا اللي هيتقبض علينا. يعني عاكست يا عادل؟ ما عاكستش ولا حاجه، ما عاكستش. لا معقوله يعني؟ ده جدي هو اللي عاكس، اللي هي الحاجه ام ربيع قاعده على الفرشه بتاعتها ولسه يا دوبك جايه تقعد، راح شد الشلته من تحتيها، راحت الوليه اتشقلبت يا عيني، وقعد يغني لها اتدحرج واجري يا ربان وتعالى على حاجه يلا. وانت يا ابني ايه اللي خليك تحشر نفسك في الموضوع ده؟ كنت سبت بابي هو اللي يسد معاهم. بابي ما سدش يا ماما، يا ماما ما سدش، لولا ان انا اتدخلت كان زمانهم دلوقتي فرشينه مكان الفرشه اللي قاعدين بيبيعوا فيها. دولا، طب هما كانوا هيدوله كام بقى في الشغلانه بتاعت الفرشه دي؟ كانوا هيدوله بقى قفايين على قلمين على شلوتين، كانوا هيروقوه يعني. يا دولا فعلا ما حدش بينام من غير قفا يا عم. تيجي على الشيك كده رمزي؟ لا يا دولا لا يا عم، انا قفايا عنده تسلخات من عشوه ليله امبارح. تعشي مين وانت فيك نفس تحرك دراعك؟ ده انا من رايي نستغل الحاله اللي انت فيها دي واخلص القديم والجديد يا عادل. يا جماعه انا شايفه ان الحاله عماله تزداد سوءا. ايوه والنبي صح والله. وجدك عمال على بطال ماشي عمال يعاكس في الستات ويغزلهم غزل غير عفيف. لا من فضلك من فضلك لو سمحتي. لا بابي راجل مؤدب ومتربي كويس قوي 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 قوي. بقى مات ان هو متربي قوي 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 يا ماما، هيوقفوه في اول طابور المدرسه ويخلوه يؤدي تحيه الشرطه المدرسيه. انا ما بهزرش يا سناء لو سمحتي، اكيد في الحكايه فيها سوء تفاهم، وان ست ام ربيع دي هي اللي عكسته. على ايه يا حسره؟ على السلع عتب بتاعته والعكاز اللي بيعكز عليه؟ من فضلك بابي بريء بريء يا مامي. ست مجنونه يا بريء. يا نجلاء في ايه؟ جدو بيقول لي تعالي نخرج من ورا اخوكي
ماجد وانا مش هقول له. اه لو ماجد عرف يا جماعه تبقى مشكله كبيره قوي. ماجد مين؟ ماجد اخوها دول اللي هو عايز يمشي معاها من وراكم، وتلاقي اصلا ماجد ده ماشي مع واحده من ورا اهلها. بصي داين تدان. انا قلت لكم المشكله اصبحت خطيره جدا، جده اصبح قنبله رجوليه موقوته ممكن تنفجر في اي امراه وفي اي لحظه. ما هي دي بقى المشكله، لان جدي لما بينفجر في اي واحده تحت في الشارع انا اللي بتعرض للضرب. يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا بعد كده ممكن اتحبس يا اخوانا. انت محدود النظر يا عادل، انت بتتكلم عن الستات اللي تحت في الشارع، ما بالك بقى لو انفجر في الستات اللي قاعدين في البيت هنا. يا ده تبقى مصلحه، يبقى خد الشر وراح. عادل لا لا قصدي يعني ما تقلقوش ما تقلقوش، انا ممكن اتصرف. هنجيب ترابيس لكل الاوض بتاعتكم، وبعدين الدوريه الراكبه اللي هي بتاعه الشرطه اللي بتمر في الشارع اخليهم يمروا هنا في الصاله. لو شافوا جدي بيعاكس اي واحده فيكم هيتصرفوا بقى. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هزر هزر هزر. يعني هعمل ايه يعني يا سناء؟ جده دلوقتي يا اخوانا في سن خطر، لازم نتصرف. يعني انا الاوان يتسطر ويتاهل ويلاقي النص التاني يا عادل. بس لقيتها، يبقى احنا لازم ندور لجده على عروسه وفورا. بص بقى، احنا الجد هلا هلا عليه وهلا هلا على الجد عليه، ماشي يا بابا ستو؟ ايه كميه الهلا هلا اللي انت بتقولها دي ياض؟ وبعدين ايه بابا ستو ياض دي؟ ده انا كل ياض برجله، ده انا كل برجله ياض. معلش معلش انا بس بتبتدي بلخبطه الاول. المهم دلوقتي دولة تحت يعني وكلني وشربني واداني جنيه ربعين وقال لي بص يا رمزي عشان انت كبير المنطقه اطلع كلم بابا ستو في موضوع كده مهم يعني. ولا انت شكلك كده ياض ابن امك ياض، صح؟ طب ربك طب ربك. امال يا بابا ستو هكون يعني ابن ام تانية غير امي يعني؟ والله انت يا عم شكلك كبرت وخرفت يا عم. باين كبرت وخرفت؟ كبرت ايه ده؟ لا ايه ده؟ لا انا حاسس الزمن بيطلع بيا لقدام وبيرجع بيا لورا، وحاسس جاليفونيا من الادوار العنيا. تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد تعالى نقعد. تشرب شاي؟ يا ريت والله يسقيني. قعد استنى معاه اشرب نفسي الاول وبعدين. وانت عايز ترغي في ايه بقى يعني؟ بص بقى بابا ستو، احنا دلوقتي زي ما انت عارف يعني الانسان مننا محتاج انثته، والانثى مننا محتاجه راجلها، صح؟ وبعدين ظل راجل ولا ظل شجره. اه صح يا ياض، وراي البسل والشجره بودنين بيشيلوها يوم الاثنين، صح؟ صح يا بابا ستو، عليك نور يعني. بس انا ليا تعقيد على كلام حضرتك. هتعقد؟ عقد يا ياض عقد. بص يا سيدي، احنا دلوقتي بصريح العباره يعني عايزين نجوزك عشان تهدى كده هون بقى وتحل عن سمانه بقى. ايه حل عن سمانه دي؟ ايه حل عن سمانه؟ وبعدين اتجوز ايه يعني المشكله؟ طب انا بره كنت في المغرب ياض واتجوزت، عارف واحده كانت ايه بقى ياض؟ وكانت هي يلا. عفرف عليك بقى بابا ستو. بص احنا دلوقتي مش هنفرض عليك يعني واحده بعينيها او بمرخرها، لا احنا هنا يعني هوقف لك ستات الحريم بتوع المنطقه كلها كده ونصف، وانت تستنقى منهم براحتك. انا استنقى؟ واستنقى انا؟ وبص طب وام ربيع هتبقى واقفه معاهم اللي انا استنقى؟ لا ام ربيع دي متجوزه. ايوه انا هتبقى واقفه معاهم ولا مش واقفه معاهم؟ حاضر هشوفها لك يا بابا ستو. ايه قلت ايه بقى؟ طيب لا بص انا مش هسرق يا ياض، انا مش هسرق، انا خلاص انا خلاص ياض اللي انا عايز ارتبط بيها وموجوده في البيت ده. ما تقولش ما تقولش، انا هقول لك عشان انا ناصح. هقول لك انت بتفكر في مين؟ ها طب قول ياض، لو عرفت اللي انا بفكر فيه صح هديك بالقلم، لو عرفت غلط هديك بالقفا، يعني شوف انت اختار بقى وانا هديك بالقلم. يا رب يطلع غلط يا رب عشان اخد بقى بالقفا، عشان بقالي كتير قوي ما خدتش بالقفا يا بابا ست. وبعدين انا بحس ساعتها بانتعاشه كده هون مفتخره كاني بشرب في فنجان قهوه على فكره. طب ياض قول بيد قول بيد عشان انا ايدي خلاص اهي ايدي بتاكلني. بص بقى بابا ست بقى ابو الرماميز هيقول لك مين؟ ام الواد عصعص. ام عصعص مين؟ ام الواد عصعص الله يرحمها اللي كانت بتيجي هنا تاخد العيش المكسر عشان المعيز بتاعتها، هي ولا لا؟ اوبا عصعص اوبا عصعص وعيش وبتقول الله يرحمها اتجوزها ازاي؟ اهبل يا اهبل يا اهبل. صح صح. طب مين يعني من البيت هنا؟ فين؟ واحده بالبيت هنا وياض، وبص مش عايز استرقى وهي واحده بالبيت ده. اقول بيه مين؟ الزغلوله الصغيره. ما تقولش ما تقولش، البنت ياسمين صح؟ ياسمين يهبل ياسمين يهبل البيت وايه ورا البيت التاني ياض ام ترنك ياض اللي بتقعد رايحه جايه دي ام ترنك. بس بس يا عم البيت نوجه.
نمس انت بابا سيبته نمس. طمعان انت في المصروف بتاعها وعلشان تذاكر لها كمان صح؟ ذاكر لها صح يا عدوى، ذاكر لها وبعدين ايه واقعد اخد المصروف بتاعها واذاكر لها واتجوزها بقى. ايه ده؟ ايه؟ والزرعة دي؟ الزرعة دي وحلوة؟ حلوة قوي قوي، ما تدهني بابا سيبته. عايز الزرعة دي؟ اه خد اهي. مين حيوان اللي بيزعق ده؟ استنى هسقهولك هسقهولك. اس ايه اه؟ قال يا